حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية، طفل يبيع الذرة في شوارع تايز يقول للمصدر أونلاين: قبل 5 أشهر كنت طالبا في الصف الخامس. صحيفة فرنسية تتحدث عن فنان يمني يرسم على جدران باريس آثار الحرب على المدنيين. وفي أخبارنا المنوعة، منزل هتلر يتحول إلى مقر للشرطة النمساوية. أهلا بكم. تتواصل عمليات نهب الأراضي في عدن، وتشتعل المعارك بين الجماجميع التي تنهب الأرض، ووفقا لموقع عدن الغد لن تصدق ما تراه، دفن طقم أمني بعدن إثر نزاع على أراض بين نافذين. وقال الموقع إن مدينة عدن شهدت واقعة هي الأغرب من نوعها، حيث دارت اشتباكات بين طرفين يتنازعان السيطرة على الأراضي بمدينة الشعب، واستمر الاشتباك المسلح لنصف ساعة، لكنه في ختامه انتهى بموقف شديد الغرابة، حيث قام أحد طرفي النزاع بدفن الطقم الأمني التابع للطرف الثاني بجرافاته. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد إن مسلحي أحد الأطراف انسحبوا تاركين طقمهم، ولأول مرة يتم دفن طقم أمني عقب اشتباكات مسلحة. ينهض الطفل يونس ذو 12 خريفا صباح كل يوم ليجوب بعربته الصغيرة شوارع مدينة تعز، محاولا بيع غلته من الذرة ليعود في المساء منهكا مع مبلغ بسيط من الأرباح. هكذا افتتح موقع المصدر أونلاين تقريره عن أطفال اليمن، وعنوان: أطفال اليمن لا حقوق لهم، بائع الذرة يونس حلمه كيف يحسن من مبيعاته في اليوم التالي. وفي المساء حين يخلد بائع الذرة الصغير إلى سريره لينام، تراوده أحلام يقظة لا تشبه تلك التي تراود معظم من هم في سنه، فهو لم يعد يرتاد المدرسة كي يفكر في تحسين تحصيله العلمي، ولا يجد متسعا من الوقت للعب في كرة القدم مع أطفال حارته حتى يفكر في كيفية تطوير مهاراته الرياضية. إن أكثر ما يراوده على سريره قبل النوم هو كيف يمكنه بيع كمية أكبر من الذرة في اليوم التالي من أجل أسرته المكونة من أم وأخوين هو أوسطهم. مر على يونس قرابة 3 أشهر منذ بدأ عمله في بيع الذرة، وكان قبلها يرتاد المدرسة في الصف الخامس، حتى فرضت عليه قسرا هذه المهنة الجديدة لمساعدة أسرته في تحصيل المصاريف. يتابع الطفل: مات أبي وأنا في السادسة، فأصبح أخي الأكبر يعمل في مطعم لمساعدتنا في توفير المصاريف، ومع الغلاء اضطررت إلى التوقف عن الدراسة. لا تسافر ولو منحوك الذهب، هو عنوان اختارته الصحفية منال قائد لمقالها المنشور في موقع المشاهد نت، والذي قالت فيه: ما يحدث لليمنيين هو استثناء كبير وعلامة فارقة ومؤثرة في سجل الانتهاكات الإنسانية. كأن الحرب لم تحرق وتؤذي أحداً غير المدنيين ليست كافية، بل هناك المزيد من الألم الذي ينتظرهم في مطارات هذا العالم. في أواخر نوفمبر 2017 كنت على متن طائرة متجهة من عدن إلى الأردن، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أغادر فيها اليمن. قبل أن تهبط الطائرة سألتني رفيقة الرحلة إن كانت هذه المرة الأولى التي أزور فيها عمان بعد اندلاع الحرب، وحين أجبتها بنعم وضحت لي سبب سؤالها وطلبت مني ترك أي مأكولات أو علب معدنية في الطائرة. قالت لي إننا اليمنيين سندخل من بوابة منفصلة، وأن من سيقومون بتنظيم سيرنا وفحص أوراقنا يضعون كمامات على وجوههم، وإن أي مأكولات أو مشروبات ممنوعة من الدخول حتى وإن كانت مغلقة بإحكام. قالت لي أنها في أول مرة تعرضت لهذا الموقف بكت كثيراً، وكان هذا حال أغلب اليمنيين الذين كانوا معها على الطائرة. كان من الجيد جداً إخباري بذلك، لذا تمالكت نفسي، لكني بقيت صامتة أغلب الوقت أراقب انفعالات المسافرين الذين كانت هذه تجربتهم الأولى، وظننت وقتها أن هذا التصرف هو أسوأ فعل مهين قد يحدث لنا في مطار دولي. في 21 يوليو الماضي كنت على متن طائرة عدن القاهرة، وقبل موعد الهبوط تحدث كابتن الطائرة إلينا معتذراً عن إزعاجنا، وقال إن طاقم المضيفين سيقومون برش مواد معقمة قبل الهبوط بطلب من السلطات المصرية.
أفكر كثيرا فيما يحدث لنا من إهانات وانتهاكات في بلادنا اليمن، ولا أستغرب من كل أولئك الذين يفعلون ذلك خارجها. لقد كانت رحلتي من الحديدة إلى عدن طويلة جدا، وكان علي أن أضع نقابا على وجهي لأتجنب الإيقاف في النقاط الأمنية كي لا يشتبه في عملي كصحفية أو ناشطة. ففي الأونة الأخيرة ازدادت الحساسية تجاه الصحفيين والعاملين في المنظمات الدولية من كل الجهات، سواء كانوا سلطات أمر واقع أم مواطنين عاديين. إننا وسط حفرة ومستنقع كبير في كل المحافظات، سواء تلك التي تقع تحت سيطرة التحالف أو تلك التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. نقف كمدنيين في تلك الحفرة عاجزين عن إيقاف دفننا أحياء من قبلهم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام النظام الإيراني الداعم الأول للإرهاب في العالم بالاعتراف بممثل ميليشيا الحوثي الانقلابية وتسليمه المقر الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران. وتعنون الصحوانات: إيران تسلم مندوب حوثي المقر الدبلوماسي اليمني في طهران والخارجية تندد. واعتبرت الوزارة ذلك في بيان صادر عنها مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، لا سيما القرار 2216. وحملت وزارة الخارجية النظام الإيراني مسؤولية تبعات هذا الانتهاك الصارخ الذي يؤكد تورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية واعترافها بها، وكذا مسؤولية الإخلال بحماية مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير المنقولة. عاودت الميليشيات الحوثية إجبار من تبقى من المؤسسات والشركات وأصحاب المتاجر والمطاعم والأسواق والمشافي وغيرها على وضع صناديق تابعة لها مخصصة لجمع التبرعات لما يسمى المجهود الحربي. وتعنون صحيفة الشرق الأوسط: صناديق التبرعات الحوثية تقتحم متاجر صنعاء بالقوة الجبرية. وتتحدث الصحيفة عن الاقتحام والذي يعد استكمالا لخطة حوثية شاملة وضعتها الميليشيات سابقا ونفذت من خلالها حملات ميدانية استهدفت مؤسسات وشركات ومتاجر، كما تلزمهم وفقا للصحيفة بوضع الصناديق بمحلهم وجمع التبرعات النقدية لصالحها في خطوة ابتزازية أخرى اعتادت الميليشيات على القيام بها بصورة مستمرة. وأكد عدد من التجار في صنعاء للشرق الأوسط أن مسلحين حوثيين قدموا إلى محلهم خلال 4 أيام ماضية وبحوزتهم عدد من صناديق جمع التبرعات ووضعوها تحت قوة السلاح والتهديد في محلهم دون حتى إذن مسبق منهم. وقال التجار إنهم مجبرون على وضع صناديق جمع التبرعات بمحلهم تحت قوة السلاح مع عدم معرفتهم أن الأموال التي سيتم جمعها ستذهب لقتل الأبرياء والمدنيين والمزيد من العبث بمقدرات الوطن. ونظرا لأهمية المقال الذي كتبه مايكل دوران حول قصر أحلام الأمريكيين لماذا التنازل عن الأرض لن يجلب السلام، نواصل نشر مقتطفات من مقال الذي ترجمته صحيفة الغد. تعرضت سياسات إدارة ترامب في الشرق الأوسط إلى هجمات شديدة شنتها عليها مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية، وثمة العديد من العناصر التي طالها النقد في هذه السياسة بما فيها المناهج التي اتخذتها الإدارة تجاه مصر وإيران والمملكة العربية السعودية وسوريا. لكن المنتقدين يعتقدون بأن أكبر الخطايا التي اقترفتها الإدارة عموماً كانت دعمها لإسرائيل، فمن خلال نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس ومباركة ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان وغيرها من الإيماءات، يقال إن فريق ترامب انقلب على نصف قرن من السياسة الثابتة والمستقرة التي تبنتها الولايات المتحدة طويلاً، وتخلى عن الفلسطينيين وقتل حل الدولتين، وهي اتهامات خطيرة لكنها تتحول لدى التحميص الدقيق إلى ادعاءات تتحدث عن هستيريا المدعين أكثر مما تتحدث عن ذنب المدعى عليه. كانت بعض سياسات الرئيس دونالد ترامب جديدة وبعضها لم تكن كذلك، وما يزال من السابق لأوانه رؤية الكثير من تأثيراتها. فلماذا إذن كل هذا الصخب والصراخ؟ لأن الإدارة تصر علنا على ممارسة سياسة القوة بدلا عن محاولة أخذ العالم إلى ما ورائها. إن جريمة ترامب الحقيقية هي أنه يتحدى أوهام الناس، وهي جريمة
لا تغتفر، لطالما عمل الصراع بين إسرائيل والعرب كشاشة يعرض عليها الغرباء دراماهم النفسية الخاصة، وفي الوقت نفسه تمضي السياسة الفعلية في الشرق الأوسط قدما بلا هوادة، وتتبع نفس قوانين الفيزياء السياسية التي تتبعها السياسة في كل مكان آخر، والأقوياء يفعلون ما في وسعهم والضعفاء يعانون ما يجب أن يعانوه. ذلك الشاب الذي كان يرسم في شوارع صنعاء ويلون جدرانها بينما تقرع الحرب أبواب المدينة أصبح يرسم في باريس، ووفقا لصحيفة فرانس إنفو مراسل مراد سبيع بانكسي اليمن يكشف النقاب عن لوحة جدارية في باريس للتنديد ببيع الأسلحة الفرنسية للسعودية. وتشير الصحيفة بتسميتها لمراد سبيع إلى فنان الجرافيتي إنجليزي مشهور ومجهول في نفس الوقت، يعتقد أن اسمه روبرت بانكسي وليس له سيرة ذاتية واضحة. تقول الصحيفة عن جداريات مراد سبيع: ثلاثة أجساد نحيلة ومحطمة تطفو على خلفية حمراء في قلب باريس، إحداها تسأل المارة عن النفاق الدولي وإدانة بيع الأسلحة الفرنسية إلى السعودية. على أجساد اليمنيين تمر الحرب، النفاق الدولي وأسلحته. بإمكاننا قراءة هذه الجملة على قمة اللوحة الجدارية المعنونة رقصة الموت الأخيرة، والتي ستكون مرئية لمدة أسبوع مباشرة في منطقة الماري عند مفترق طرق شوارع فييدو تيمبل وكاتر فيس في الدائرة الثالثة بالعاصمة. أوضح مراد سبيع الذي جاء إلى فرنسا قبل 18 شهرا وليستفيد من صندوق حماية الفنانين، أوضح أنها مستوحى من قصة حقيقية لأشخاص لقوا حتفهم في الصراع. ويضيف الفنان البالغ من العمر 32 عاما للصحيفة التي ترجمت لصالح قناة بلقيس: أحاول أن أوضح كيف تؤثر الحرب على الناس، من المهم للغاية أن أكون هنا لنظهر للناس أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا أفضل في اليمن من مجرد بيع الأسلحة. كما تم تثبيت لافتة بيضاء للسماح للمرة بالتوقيع على عريضة ضد بيع الأسلحة الفرنسية والتي جمعت بالفعل 250 ألف توقيع. تدافع باريس عن نفسها من خلال ضمان خضوع المبيعات لضوابط صارمة وعدم اشتراك الأسلحة الفرنسية في عمليات هجومية. الحاجة إلى ابن خلدون، تحت هذا العنوان كتب المغربي حسن أوريد مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي. لأكثر من جيل أصبح ابن خلدون شخصا غير مرغوب فيه في الجامعة المغربية، ولا أحسبني مجانبا للصواب إن قلت في العالم العربي، وعوض أن ندرس ابن خلدون ونمتثل فكرة فضلنا ابن تيمية وابن قيم الجوزية. ولا جدال أنه ينبغي أن ندرس ابن تيمية وابن قيم الجوزية في سياقهما التاريخي، إلا أن ما قد يهيئنا لمقاربة موضوعية هو ابن خلدون، وهو ما ينبغي أن نعرف للناشئة كي تتمثل فكره ومنهجه. ومن خلال تبسيط فكره إذ من العسير أن نطلب من الناشئة أن تقرأ لوحدها المقدمة. طبعا لم يظهر ابن خلدون كرعد في سماء صافية أو جزءا من معجزة، ولكنه تعبير عن تراكم معرفي لمدرسة فكرية برزت في الأندلس مرتبطة بالتراث الإغريقي وانتقلت إلى بلاد المغرب. وابن خلدون نفسه يشير في كتاب التعريف سيرته الذاتية إلى الدين الذي يدين به لمعلمه عبد الله الأبلي، وكان عالما للرياضيات والمنطق بفاس ومراكش، وهو ما هيأ للمقاربة التي سوف يتبناها لفهم أحوال العمران المجتمع وما يعرض له. هل يمكن أن يبرز فكر يستطيع أن يقرأ الواقع قراءة نقدية ويفكك مواطن الخلل في ظل الأوضاع التي تعرفها الجامعة؟ صدر تقييم قبل شهور حول وضع الجامعات في العالم العربي، ولم تكن منها جامعة واحدة ضمن 500 جامعة مصنفة عالمياً، وحتى تلك التي صنفت كانت في أغلب الأحيان مستنيبة بفضل الموارد المالية لدولتها. لماذا توجد الجامعة في الوضع التي هي فيه؟ لأن المعرفة والتعليم لم يكونا في سلم أولويات الحكومات، ذلك أن ما يرصد من أجل اقتناء الأسلحة وسباق التسلح ووسائل الضبط الأمني
والتتبع يفوق ما يرصد على التربية، من المسلم به أنه لا يمكن لمجتمع ما أن يتطور من دون فكر، ولكن الفكر ليس جهداً شخصياً أو معجزة أو فلتة. نعم، نحتاج إلى فهم الانكسار الذي وقع، ونحن نحتاج إلى ابن خلدون جديد، ولكنه لن يظهر من دون بنية معرفية ومؤسسات تعليمية راسخة لهذا الذي نرى ونسمع جعجعة ولا طحناً. أعلنت الشرطة النمساوية قرارها استخدام المنزل الذي عاش فيه الزعيم النازي أدولف هتلر أولى أيام حياته لأغراض شرطية، وذلك للحيلولة من تحوله إلى مزار للنازيين الجدد. وعنوان موقع دي دبليو الألماني: منزل هتلر يتحول إلى مقر للشرطة النمساوية، وهذا السبب. وقال الموقع إن شرطة مدينة براوناو إم النمساوية تعتزم استخدام منزل طفولة الزعيم النازي أدولف هتلر لأغراض شرطية، وذلك بعد إعادة ترميمه. وذكرت الوزارة أنه سيتم الإعلان خلال الشهر الجاري عن مسابقة معمارية على مستوى الاتحاد الأوروبي لإعادة تصميم بناء المنزل بالشكل الذي يتلائم مع الأغراض الجديدة، فيما سيتم الكشف عن اسم الفائز خلال النصف الأول من العام القادم. وأوضح وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ بيشون أن استخدام منزل هتلر من جانب الشرطة سيبعث رسالة لا يمكن إساءة فهمها، مفادها أن هذا المبنى فقد وللأبد دور التذكير بالنازية. يشار إلى أن المنزل أصبح ملكا للسلطات النمساوية بعد مصادرته عام 2017، وعقب خلافات قانونية طويلة بين المالكة السابقة للمبنى والدولة النمساوية بشأن قيمة التعويض الذي وصل حتى الآن إلى 812,000 يورو. هل يمكن أن تتحول الهدية إلى تهمة لمن أهداها؟ هذا ما حدث تماما في البرلمان التونسي، فبعد أيام من حصول كل عضو برلماني على هدية عبارة عن أجهزة كمبيوتر لوحية، أصبحت الشركة المهدية متهمة، ووفقا للقدس العربي هواوي متهمة بالتجسس على البرلمان التونسي. ماذا فعلت؟ وقالت الصحيفة إن الهدية التي تم توزيعها قبل أيام على نواب البرلمان الجديد أثارت جدلا كبيرا في تونس، حيث أكد أحد النواب أن الشركة الصينية المصنعة لهذه الأجهزة متهمة بالتجسس في عدد من دول العالم، فيما قللت رئاسة البرلمان من أهمية هذا التحذير، وأن الأجهزة الجديدة ستسهل عمل النواب داخل البرلمان. ونشر النائب ياسين العياري رسالة توجه بها إلى وزراء التكنولوجيا والدفع والداخلية، دعا فيها إلى إجراء فحص معمق وشامل على الأجهزة اللوحية قبل استعمالها. وقال النائب السابق محمد نجيب كحيلة في الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، قال الشركة قدمت هدية ثمينة لكل النواب من أحدث الطراز، تسلموها وغادروا فرحين مسرورين. وأضاف: أستحضر بالمناسبة واقعة حدثت منذ زمن، حيث أن العراق عقد صفقة مع شركات بريطانية لاقتناء أجهزة راديو وتخابر لقواته العسكرية، واتضح بعدئذ أن الأجهزة زودت بشريحة تنصت تجعل بريطانيا على اطلاع دقيق بكل أنشطة العراق العسكرية. نبارك لنوابنا الميامين الهدية. كتب أرنست خوري في صحيفة العرب الجديد مقال عن الثورة اللبنانية وعنوانه بلا لهذه الأحزاب. قال في جزء منه: لم تجاهر الانتفاضة اللبنانية بكل ما لا تريده بعد حتى تنتقل إلى قول ما تريده حقا وكيف تنوي تحقيقه. على المنوال نفسه، فإن فعلها طوال هذه الأيام 33 كان سياسياً بامتياز، ذلك أن السياسة بمعناها الحقيقي تختلف كثيراً عن التعريف الذي تريد السلطة حشره برؤوسنا، عن أنها حصراً مؤتمر صحفي وانتخابات وزعيم وتدوير زوايا ودبلوماسية وأحزاب. مجموعة بشر اكتشفوا إمكانية أن يكونوا شعباً لا رعايا، وأن ما كان يحول دون ذلك سلطة طائفية فاسدة أمعنت في إبقائهم جاليات طيلة عقود. في لائحة ما لا تريده الانتفاضة تتصدر لا للطائفية ولا للفساد ولا للطبقة السياسية برموزها العابرين للطوائف، لا للعنصرية ولا لتحكم سلاح حزب الله بالبلد،
ولا لبشار الأسد ولبقية مجرمي العرب، لا للأحزاب ولا للسياسة، صارت تردد على ألسنة وفي كتابات نخب محترمة فعلاً وتنتمي للانتفاضة من دون تردد. المطمئن في الموضوع أن هذه لا للأحزاب ولا للسياسة هي استعارة لفظية للإشارة لا لهذه الأحزاب التي نعرفها تحديداً ولا لهذه السياسة بمفهومها الفاسد الماثل أمامنا في الحالة اللبنانية. أي تفسير آخر غير ذلك المقترح هنا سيكون مصدر قلق ندرك مدى خطره فور التفكير بفداحة ما تعنيه العبارة. فالبديل عن الحزب يبقى الطائفة والقبيلة والعائلة والوراثة والحكم العسكري أو الشعبويات والديماغوجيات أو خلطة تجمع ما بين هذه كلها، والبديل عن السياسة هي الفتوى الدينية وصكوك الغفران أو استعارة محاكم التفتيش من القرون الوسطى. صورة لمظاهرات العراق ومظاهرات متفرقة من كل أنحاء العالم وأخرى متنوعة أيضا في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارديان، نتابع. فن الكاريكاتير ينقل الكثير من الأفكار عبر خطوط ورسومات وألوان بسيطة متاحة للجميع، لكن أثره يظل عميقاً ولزمن أطول. مجموعة من رسومات الكاريكاتير نتابعها في جولتنا التالية. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكراً على المتابعة، إلى اللقاء.